بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الجد والتشمير وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بيّن سبحانه وتعالى الحكمة من خلق الموت والحياة، وأنها الابتلاء والامتحان لبني آدم، أيهم يحسن العمل لآخرته. والعمل، والله جل وعلا لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. فالعبرة بالعمل الحسن لا بالعمل الكثير الذي ليس بحسن. ولا يكون العمل حسناً إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيه، فلا يكون فيه شرك، ولا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا قصد لغير وجه الله ولا قصد لطمع الدنيا. الشرط الثاني أن يكون صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقاً لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيه بدعة ومحدثات. فإن العمل الأول وهو الذي خالطه شرك مردود على صاحبه لا يقبل، وهو حابط وباطل. وأما الذي فقد الشرط الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أيضاً باطل ومردود على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، سواء هو الذي أحدث البدعة أو أحدثها غيره وعمل بها تقليدا له، فإن البدع مردودة كلها مهما كلف صاحبها نفسه فيها، لأن الله أمرنا بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يأمرنا بالاقتداء بغيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله سبحانه وتعالى جعل لنا دوراً ثلاثاً نمر بها: الدار الأولى دار الدنيا،
وهي دار العمل، وهي يختلط فيها الخير والشر والمؤمن والكافر والمنافق، يختلطون في هذه الدنيا، تختلط الأعمال وتختلط الأشخاص في هذه الدنيا. والدار الثانية دار القبور، دار البرزخ، وهي محطة انتظار بين الدنيا والآخرة. وفي القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله، على حسب ما مات عليه من إيمان أو نفاق أو كفر وشرك، فإنه يأتيه في قبره من جزاء الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيأتيه من الجنة إن كان مؤمناً، ويأتيه من النار إن كان منافقاً أو كافراً أو مشركاً. والدار الثالثة دار الآخرة، وهي دار القرار التي لا رحيل منها. دار القرار أي الاستقرار التي لا رحيل فيها، لا رحيل منها، وهي دار الجزاء. وينقسم الناس فيها إلى فريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالمؤمنون في الجنة، والكفار والمشركون والمنافقون في النار والعياذ بالله، ولا رحيل منها ولا موت ولا انتقال. هذه هي الدار الآخرة، وكلها نمر بها. لكن أين من يعتبر؟ وأين من يتعظ؟ قال الله سبحانه وتعالى لنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الأمر واضح، ليس فيه لبس، وما ترك الله لنا معذرة أو حجة، بل أقام لنا البراهين والدلائل، ووضح لنا كل شيء. لا يخفى علينا شيء مما يكون، مما كان وما يكون. إنما الحياة، اعلموا أيها الناس، تيقنوا أنما الحياة الدنيا لعب، لعب في الأبدان، ولهو في القلوب، وزينة في المظاهر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، لعب في الأبدان. بعض الناس مهنته اللعب، ويسمى لاعبا طول حياته، طول حياته وهو من اللاعبين، ويفتخر بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكأنه خلق للعب، كأنه خلق للعب. واللعب إذا كان في حدود وفيه فائدة للبدن ولا يترتب عليه محاذير فإنه مباح،
لكن بحدود، ولا يسمى الإنسان لاعبا أو تكون مهنته اللعب دائما وأبدا. هذا شأن الكفار. ما المؤمن فإنه يعد لآخرته ويسعى لآخرته، لم يخلق لهذه الدنيا. ولهو في القلوب، القلوب لاهية، لاهية قلوبهم، فاللهو يكون في القلوب، يكون القلب منصرفا عن الآخرة ومشغولا بالدنيا ومشغولا بما لا فائدة له منه. وزينة، زينة في المظاهر من الملابس والمراكب والمساكن، زينة، الزينة لها حدود، زينة مباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والله أمرنا بالتزين والتجمل في لباسنا وفي هيئاتنا، ولكن ذلك لا يشغلنا عن زينة القلب، يعني نزين الظواهر ولا نزين البواطن، نزين القلوب بطاعة الله عز وجل، ونزين الأبدان بما أباح الله سبحانه وتعالى. وتفاخر بينكم، تفاخر بين الناس في الأنساب وفي الأحساب وفي الوظائف، كل واحد يفتخر على الآخر، والفخر إنما هو بطاعة الله عز وجل، العمل الصالح، هذا هو الفخر. وأما الفخر بغير ذلك فإنه فخر باطل، خصوصا الفخر الذي يحمل على احتقار الناس وازدراء الناس، الفخر الذي يحمل على التكبر والأشر والبطر. تفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد، كل واحد يقول أنا أكثر من فلان ثروة، أنا أكثر من فلان مالا، ويفني ليله ونهاره بطلب المال ليكدسه ويرصده في البنوك، ويقول أنا أكثر من فلان مالا، قال أنا أكثر منك إن ترني أنا أكثر منك، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يفتخر على صاحبه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له إن ترني أنا أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل منك مالا، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأموال، إنما ينظر إلى الأعمال والقلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتكاثر بالأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الله جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالله لا ينظر إلى الأموال والأولاد، إنما ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، فعلى المسلم أن ينشغل بذلك. ثم ضرب لهذه الدنيا مثلا فقال كمثل غيث، يعني مطر، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار أي الزراع الذين يزرعون، إذا جاد الزرع أعجبوا به. ويراد به هنا
يراد بالزراع هنا الكفار، هم الذين يعجبون في الدنيا، فهذا من باب ضرب المثل. الكفار يعجبون بالدنيا وينسون الآخرة، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، تزهق أنفسهم وهم كافرون. فعلى المسلم أن يحذر من ذلك. تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج، هذه عاقبة الدنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الإنسان يكون شابا نظرا قويا، ثم يكون يافعا متوسطا ويأخذ بالنقص، ثم يكون شيخا هرما، ثم يكون شيخا هرما إذا أطال الله في عمره، ثم يموت وينتهي أجله ومقامه في هذه الدنيا، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا مثال لبني آدم ضربه الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فعلى كل حال علينا جميعا أن نتبصر في أمورنا، وأن نتبصر في دنيانا وآخرتنا، وأن نتمسك بديننا، وأن نحسن العمل، لأنه ليس لنا من هذه الدنيا إلا العمل. مهما كثرت الأموال والأولاد فإنه لا يخرج من هذه الدنيا إلا بالكفن، بخرقة قيمتها بضعة دراهم، ولو كانت عنده المليارات والملايين فإنها لغيره، إلا ما قدم لنفسه منها لآخرته، أو انتفع به في دنياه فيما أباح الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن ذم الدنيا لا يرجع إلى ذاتها، فهي خلقها الله جل وعلا لمنافع الناس، فهي خير لمن استعملها في طاعة الله، وهي شر على من استعملها في سخط الله عز وجل. فالذي يذم في هذه الدنيا إنما هي أعمال الإنسان، هذا هو الذي يذم، أعمال الإنسان في هذه الدنيا وتصرفه فيها، الذم يرجع إلى هذا ولا يرجع إلى الدنيا. فلا نظن أن الذم يرجع للدنيا ونرخص الدنيا ونتركها، لا، لكن الذم يرجع إلى تصرفاتنا وأعمالنا. الدنيا نعمة العون على طاعة الله لمن استغلها في ذلك، فهي لا تذم لذاتها، لأنها منافع وأرزاق خلقها الله جل وعلا لمصالحنا ومنافعنا، ولنستعين بها
على طاعته سبحانه وتعالى، ولنعتبر بها، نعتبر بسرعة زوالها ونعتبر بتقلباتها وتغيراتها، نعتبر بهذا. فإذا لم نقم بهذا فالذم يرجع إلى أعمالنا وتصرفاتنا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. رضى اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولِّ علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة المفسدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وأصلح شأن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به العباد، تحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم بهائمك، اللهم أحي بلدك الميت يا سميع الدعاء. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فإنك لم تمنع القطر عنا إلا بسبب ذنوبنا، فاغفر لنا إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.